تمثل صيانة الطائرات في العناية بالطائرة أو إصلاحها أو فحصها أو إجراء التعديلات عليها أو مكون الطائرة، وتتضمن الصيانة في تركيب أحد المكونات من الطائرة أو فكه أو تجميعا فرعيا للطائرة. المزيد من التفاصيل مع الزميل عبد الرحمن المنصور، تقرير من جدة، ثم فاصل قصير ونعود إليكم. ضمن خطة مركز صيانة وتوظيف المحركات بالشركة السعودية لهندسة وصيانة الطيران إحدى شركات الخطوط الجوية العربية السعودية لمواكبة متغيرات صناعة الطيران وما تتطلبه المرحلة من تطورات متلاحقة في مجال صيانة المحركات النفاذة، قام المركز بتنفيذ خطة شاملة تستهدف تطوير مرافقه وتحديث معداته وتوسيع قدراته الذاتية وتدريب الأيادي الوطنية العاملة به، وذلك من خلال إدخال أنواع جديدة من محركات الطائرات يتولى المركز صيانتها وتوظيفها. طبعا احنا عندنا مراحل للتشييك صيانة الطائرات، في أسبوعي وشهري نوصل لمرحلة اللي هو التوظيف الكامل للطائرة بعد ساعات طيران معينة. في هذه المرحلة يتوجب علينا أن نعمل توظيف كامل للطائرة وأجزاء الطائرة، جميع أجزاء الطائرة هنا تجي نعمل لها نفكها من محركات، من أجزاء الجناحة، هذه كلها تنفك بما فيها الكابينة، أطقم الشحن، هذه كلها تنفك فك كامل ويتعمل لها تفتيش، قطاع خاص عندنا تفتيش منعزل عننا يعمل تفتيش من أول الطيارة، من أول جزء في الطيارة لآخر جزء في الطيارة، وعلى ضوءه إحنا نشتغل فين المشاكل، فين التصليح، فين. بعد ما ينتهي كل شيء طبعا يجي المفتش يعطينا السماح بتكفيل أجزاء الطيارة، فنبدأ نجمعها وفق الكتيبات المعمول فيها اللي يسموه إحنا بالإنجليزي المانوالز، فنقفل الطائرة، وبعد ما يتقفل كل شيء نبدأ الاختبارات، هو الجزء المهم، تعمل اختبار لكل جزء فكيته ورجعته، تعمل له اختبار وفق الكتاب ما تحيد عنه، خلص من الجزء هذا تروح الجزء الثاني معاك طبعا مفتش معاك، تغلق من الجزء هذا تروح الجزء الثاني، آخر ما تغلق كل شيء نعمل اختبار طيران للطائرة سموه تيست فلايت، بعد ما ينتهي نعمل تيست فلايت، واذا في اي مشكله تسجل في الكتيب مع الكابتن وتجينا ونعملها ونرجع نسوي كمان اختبار يسموه برضه تيست فلايت، بعد كذا نعمل نصرح الطائره انها تروح تخش في الخدمه. كما يسعى المركز بما يمتلكه من منظومه متكامله من الورش الفنيه المتخصصه في صيانه وتوظيف المحركات والمؤهلة تأهيلا عالميا عالي المستوى بحسب الشهادات الممنوحة له من قبل المنظمات العالمية، وأن يكون من أوائل مراكز الصيانة وتوظيف المحركات في منظمة الشرق الأوسط، وذلك بامتلاكه القدرات الفنية المطلوبة لصيانة وتوظيف محركات CFM56، إضافة إلى المحركات الأخرى، مستهدفا بخدماته الفنية الشركات الوطنية والشركات الأخرى العالمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، والتي تستخدم ذات النوع من المحركات على أسطورها، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التنمية الاستثمارية والبشرية في هذا المجال. عندنا احنا طبعا في جدة الحمد لله زي ما يقول الميجر بيس، المركز الرئيسي للصيانة، طبعا في كل مطار في المملكة العربية السعودية لنا شباب كوادر تم تدريبهم لصيانة هذه الطائرات، إذا الطيارة راحت حائل مثلا أو أي مدينة في المملكة العربية السعودية في مطاراتنا أو خارج مطارات المملكة العربية السعودية كذلك، حصل فيها عطل مفاجئ بسيط أو ذا، عندنا شباب مدربين في المملكة العربية السعودية أخذوا رخص عليها qualified people على قولهم، إنه نرسلهم بمعدات بداية انهم يشوفوا المشكلة يعالجوها هناك باسرع وقت ممكن، بحيث انه الطيارة ترجع للخدمة او
انه تجيبوها لجدة عشان نشوف نسوي لها اختبارات اكثر، تشيك اكثر، عشان نتأكد من صلاحية القطعة او صلاحية الجزء من الطائرة او الطائرة كاملة عشان تكون تحت الخدمة في الوضع المفروض لها يعني. حيث تم توظيف اول محرك من نوع جنرال إلكتريك CFM56 ذات الرقم التسلسلي 9636، حيث بدأ الفريق من الفنيين والمفتشين بإشراف المهندسين بتنفيذ عمليات الصيانة تبدأ بتفكيك أجزاء المحرك وتنظيفه وفحصه وتحديد مواطن الأعطال الفنية فيه وإصلاح ما يلزم إصلاحه من القطع والأجزاء. قبل يصير المشكلة شيء يكون عنده، تنزل لنا جداول تشيك، A تشيك وB تشيك وC تشيك إلين ما تنتهي دي تشيك، فشيء يكون قبل تصير مشكلة. فأحيانا تصير مشكلة فتيجي عندنا في الهانجر تسوونها سبيشال فيزيت، زيارة خاصة، فتصير طال عمرك على المشكلة نفسها التصليح حقها. يجب تفريغ الطائرة من جميع المواد الزائدة فيها من سوائل وبنزين وماء وأجهزة الترفيه من مجلات وسماعات وما إلى ذلك لقياس وزن واتزان الطائرة. قد يظن البعض أن الصعود على الطائرة يبتدي بحقيبة السفر وانتهاء بكرت صعود الطائرة، ولكن هناك حزمة إجراءات يقوم بها مجموعة في أحوال الطقس المختلفة للتأكد من سلامة الطائرة. للاقتصادية السعودية، عبد الرحمن المنصور، جدة.